يبقى عشان تخرج من هذا الصنم وتخرج من أسو ان انت تعرف قدر نفسك. اول حاجة عشان تعرف قدر نفسك لازم تعرف قدر نفسك من عند الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ان انت عبد ولكنك عبد ممدود، انت مش عبد متروك، انت عبد ممدود من الله سبحانه وتعالى. فاذا كنت عبدا ممدودا من الله سبحانه وتعالى يبقى خلاص، أليس الله بكاف عبده؟ يبقى تعرف نفسك من عند الله، بلاش قضية أن تعرف نفسك من عندك. فلما تعرف نفسك من عندك إلا حاصل هيفضل الصنم بتاعك ويفضل يمنعك من أن تكون عبدا لله. يعني كل ما اتبعت صنمك كل ما تبتعد عن أن تكون عبدا لله. يبقى ابتعد وعرف نفسك من عند الله. العبد مش معناه أنه هو واحد ضايع، لكن العبد مضمون ممدود، أليس الله بكاف عبده. تاني حاجة عشان تعرف قدرك لازم تعرف قدرك بيك، إن أنت فقير إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. طب إحنا فقراء ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يذلنا؟ لا، نحن فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. وعشان كده حضرة النبي قال كلام عجيب عشان تكسر هذا الصنم، عشان كل الناس خايفين من الفقر إن هو يبقى فقير ويبقى ضعيف. فحضرة النبي كسر هذا الصنم فيقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. يا سلام. فلازم تعرف أن أنت فقير، وفقرك ده هو اللي هيجلب عليك العطاء. لأن إذا كنت أنت فقير فأنت عبد كريم، فأنت فقير على باب كريم، حياتك كلها على باب الكريم، فيتكسر الصنم ده. تالت حاجة اللي أنت لازم تعرف فيها ده، أن أنت هذا الحياة التي فيها هي نعمة من الله. ومعنى أن هي نعمة من الله سبحانه وتعالى لا تترك نفسك لأوهامك، ولكن إيه اللي حاصل؟ تستمر في أنك أنت منعم عليك فتستثمر هذه النعمة. طب إذا عرفت نفسك بهذه الطريقة وخرجت من أصنامك، إيه اللي هيضيع من إلا تتخلص من إيه؟ تتخلص بقى من حاجات كتير، تتخلص من السخط، تتخلص من الالتفات، تتخلص من أن أنت ما ترضاش، تتخلص من الالتفات، تتخلص من أنك تزل نفسك. ما تزلش نفسك، زلش نفسك، لأنك مضمون ممدود. ما ينفعش أن أنت وأنت غرقان في نعم ربنا وفي أنوار ربنا تروح تزل نفسك. وأول حد ما تزلش نفسك ليه نفسك الأمارة بالسوء، إياك تزل نفسك ليها. وكمان تنجو والعياذ بالله من معوقات القلوب بقى ومحرقات القلوب، من الهم والغم والحقد والكراهية، كل ده تنجو منه. وتاخد بقى مفتاح الإيه؟ مفتاح حضرة ربنا سبحانه وتعالى، اللي هي الصلاة على حضرة النبي والوصل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وتتعلم ان الرجاء بحضرة النبي بيوسع عليك الطريق وبيخليك توصل الى الله سبحانه وتعالى، وتنجو من كل ده ويتكسر الصنم، وتبقى الكعبة اللي هي قلبك جاهزة عشان تطوف فيها الانوار، انوار الرب الغفار. لازم تعمل ده، ولازم عشان تقدر تكسر الصنم ده لازم تقول لنفسك دائما، ويبقى عندك ورد تذكر نفسك طول الوقت. أنا بحب دايما لما نفسي تغلب عليا أن أنا أقولها: يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي، يا سندي ويا مددي أنت وحدك، يا سندي ويا سعدي أنت وحدك مددي. نقولها كده في اليوم على الأقل 70 مرة، القلب كده يطيب ويرق. وأهم حاجة من القلب يطيب ويرق أن كمان قلوبنا تسكن، وخلاص كعبة الجسد اللي هي القلب سقطت من على الأصنام، فجاهزة لتلقي الأنوار ومدد الله سبحانه وتعالى ونظر الله. وعشان مدد الله سبحانه وتعالى ونظر الله